There's a lot of Middle Eastern folks want to talk to me. Mm-hmm. I'm not sure I'm going to talk to them, but the point is, it's about... أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تورطهم في أنشطة إيران المتعلقة بالصواريخ الباليستية وفقاً لCNN بالعربية، وذلك عقب الضربات الحوثية على السعودية وشركة أرامكو. فكيف يمكننا ربط هذه الخطوة بالعلاقات الأمريكية السعودية في ظل التوتر الأخير الحاصل بين الطرفين؟ وفي التفاصيل يجيب الصحفي إبراهيم ريحان في حديث خاص للجديد KSA فاصلاً ما بين مسار الاتفاق النووي ومسار أمن المنطقة، إذ قال: فرض العقوبات الأمريكية على الكيانات يلي متورطة بالأنشطة الصواريخ الباليستية هيدا ما توقف، هذا مسار منفصل عم نحكي احنا هون على الاتفاق النووي، هي مسار منفصل عن الاتفاق النووي، وهذا الشيء توافقوا عليه الأمريكان والإيرانيين ببداية المفاوضات أن ينفصلوا المسار النووي على ملف الصواريخ وملف أمن المنطقة. هلا بتربط هيدي كمحاولة رسالة أمريكية للضغط على إيران بموضوع الصواريخ اللي حيتناقش بوقت لاحق بعد توقيع الاتفاق النووي. ورأى ريحان أن خطوة الولايات المتحدة قد تسجل كمحاولة تطمين من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن وكمان تسجل على أن رسالة محاولة تطمين للسعودية ودول الخليج، يعني السعودية والإمارات تحديداً، محاولة تطمين من إدارة بايدن بعد الاعتداء الحوثي على منشآت أرامكو بجدة، والتوتر الحاصل بالعلاقات الأمريكية السعودية عم بينعكس سلباً على أسواق النفط. يعني الولايات المتحدة عم تطلب من السعودية أن تضخ مزيد من النفط، والسعودية مصرة ولا تزال على الالتزام باتفاق أوبك وأوبك بلس يلي بيحدد كميات الضخ بالسوق، اللي بتعتبرها السعودية اليوم هي كتير منيحة ومتوافقة مع الاتفاق ولا وبتلبي حاجة السوق بزيادة. وحول مصير المفاوضات السعودية الإيرانية المرتقبة، أكد ريحان للجديد أن المفاوضات بين الطرفين لن تمضي قدماً إلا بعد توقيع الاتفاق النووي، إذ أشار إلى أن برأيي المفاوضات بين السعودية وإيران لن تمضي قدماً إلا بعد توقيع الاتفاق النووي، وما تشوف السعودية هل إذا الولايات المتحدة أخذت بمخاوفها بما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وسلوك إيران بالمنطقة. كمان لا انتبه لشغلة أنه الولايات المتحدة مشغولة بملف أوكرانيا وروسيا وعندها موضوع الصين كأولوية، فعشان هيك عم تحاول تنجز الملف الإيراني حتى تخفف من تركيزها على الشرق الأوسط، وهذا الشيء بطبيعة الحال بده ينعكس يعني بده يكون له انعكاساته بالمنطقة، وبطبيعة الحال الدول المنطقة بتتجه للحوار مع بعضها. هل الحوار هذا هل رح يكون على الحديد والنار حيكون، ولا حيكون حوار دبلوماسي؟ لأنه احنا بنعرف بعد هذه الحوارات والنتيجتها لا تظهر إلا بعد معارك أو بعد أكيد مش حرب، يعني بنحكي مباشرة بين السعودية وإيران، عم نحكي توترات أو تصعيد بالمنطقة، أو حتسلك المسلك الدبلوماسي، خصوصا أنه الإيراني من لحظة انتخاب إبراهيم رئيسي يعني عم بيحاولوا يعطوا إشارات إيجابية بالسياسي، بس على الأرض عم بيكون التصرف مخالف للتصريحات السياسية. وهذه المحادثات اللي بشهر نيسان بيكون صار لسنة بعد استكشافية، بعد ما فيها صار فيها تقدم بسبب تأخر توقيع اتفاق فيينا. كيف سيظهر المشهد الإقليمي والدولي في الشهور المقبلة إذن؟ وهل تعود المياه لمجاريها في إطار العلاقة بين بايدن وبن سلمان؟ أم ترسم المفاوضات السعودية الإيرانية مشهدا سياسيا جديدا؟